ملف المتقاعدين همين والله حالهم حال موازنة، ما أدري شو همين الناس، يعني وين صارت أمورهم؟ رئيس رابطة النقابة المتقاعدين الأستاذ محمد الجبوري، محمد بدي أسأله يا أستاذ محمد، شو أحوالكم أخباركم حياك الله. حياك الله استاذ انور. الله يسلمك، طمنا عليكم، بسم اكو الله جديد الرحمن بخصوص الرحيم. المتقاعدين؟ لا حياك الله استاذ انور وحيا جميع الاخوه المشاهدين والمتابعين وبالاخص اخوتنا المتقاعدين المظلومين. وبالبدايه احب بمناسبه ذكرى استشهاد المرجع الاعلى السيد محمد صادق الصدر نقدم التعازي للشعب العراقي بصورة عامة والمسلمين وإلى السيد مقتدى الصدر بالأخص. وبهاي المناسبة ندعو السيد أو نناشد السيد مقتدى الصدر أن يفزع للمتقاعدين. الساد أنور المتقاعدين لا زال الوضع غامض وما عندنا أي شيء نذكره اليوم. نفس الأمور ونفس الحال. فلذلك ندعو السيد مقتدى الصدر باعتباره هو راعي الإصلاح، يا سيدنا الحق للمتقاعدين، الوضع تعبان والحكومة ما جاءت تساعد ولا هاي الشريحة. نعم هذا الوضع اللي لك عليه حاليا. تفضل يا محمد كمل، ماكو شيء جديد. كمل رسالك، يعني شنو الجديد؟ الوعود النواب اللي التقيتوه صار افهم، يعني عرفتوا شيء جديد؟ احنا مثل ما حضرتك تعرف وكما ذكرنا سابقا انه رئيس الوزراء امر بتشكيل لجنه على اعتبار انه دراسه موضوع المتقاعدين. اللجنه تشكلت بدايه الشهر الواحد، تضم وزاره التخطيط، وزاره الماليه، ومستشاري رئيس الوزراء، وابو هيئه التقاعد الوطنيه. هذا الحكي من الشهر الواحد، مضت عليه هاي الشهر راح تكبر 5 أشهر، راح نبدأ بشهر السادس. حسب معلوماتنا وحسب لقائنا برئيس هيئة التقاعد الوطنية قال أنا علي أنجزت المهمة وأرسلت 3 مقترحات لزيادة رواتب المتقاعدين. نعم هاي المقترحات وصلت الآن يم مكتب رئيس الوزراء تقريبا حوالي قبل شهر. قبل شهر. نعم جاي الناشد المسؤولين بعلاقاتنا الشخصية، النواب، المستشارين نعرفهم، نقول لهم يابا بعلاقتكم سألونا وين صارت هاي الدراسة؟ نعم وين صارت الدراسة هاي؟ هل فعلا اكو دراسة لو مجرد كلام؟ لو مجرد كلام، يعني ما نعرف لحد اللحظة هاي، هل فعلا اكو شيء؟ الموازنة على ابواب تنقاض.